بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة فيديو جديد على قناتي، جولة في الهرم ستايل، موديلات حلوة قوي، ملابس شتوي، جلابيات نسائي، شوزات، أحذية، ملابس أطفال، بيجامات شتوي. بس ياريت كده قبل ما نتفرج على الفيديو سوا مع بعض، اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش حبايبي تعملوا لنا اشتراك حلو كده زيكم ولايك. نبتدي كده الفيديو مع بعض. دي ملابس اولاد، ترنجات بيتي، تنفع ترنجات بيت وخروج برضو يعني، على 23. الهرم ستايل كل شيء ب 20 ريال و3 ضريبة 23. في برضو التشكيلة دي من أطقم الأولاد، دي كلها أطقم تنفع خروج وتنفع بيت يعني، أي قطعة ب20 زائد 3 ضريبة. في بقى جميع الأعمار يعني، هتلاقوا من حديث الولادة ومقاسات كتير قوي. برضو في بقى ملابس الخروج النسائي، اي قطعة منهم على 20، 23 يعني بالضريبة. والله يا بلاش يا بلاش، والسعر ما يهمنيش. في بقى الروب الشتوي ده روب نسائي، سعره برضو على 23. القماشة بتاعته حلوة، بصوا عاملة زي القطيفة، مهير كده يعني. في بقى من اللون ده، في البينك والموف والأصفر، في كذا لون من الروب ده. دي كلها أرواب شتوي، في المنقوش وفي السادة. أدي شكله، في بقى اللي هي الأرواب المنقوشة دي أو المشجرة. حلو الليموني ده. هتلاقوا برضو على فكرة جلاليب صيفي، جلابيات خريفي. في بقى الجلابيات الشتوي والقطيفة دي، الخامة بتاعتها ممتازة، في كذا لون منها، شايفين اللون ده، في الأزرق واللون الأحمر والبني والبينك، في ألوان منها كتير قوي. ده اللون الأزرق منها، القطيفة بتاعتها ناعمة كده. ايه كل دي ألوانها. شايفين الالوان قد ايه اهي. جميل اللون اللي هو البينك الغامق ده، اللون الاحمر. في اللون البنفسجي ده برضو. دي جلابيات للبيت قطن، بس القطن بتاعته تقيلة يعني، ينفع خريفي. دي بيجامات شتوي، بصوا ما عندهم كل حاجة، ملابس أطفال، ملابس نسائي، ملابس داخلية، كل حاجة، ملابس صيفي، ملابس شتوي. دي كلها بيجامات نسائي على 23. في على فكرة بيجامات قطيفة كمان،
كنت منزلها في فيديو قبل كده. في بقى الجلابيات الشتوي دي، شوفوا الالوان قد ايه ما شاء الله، تشكيلة كتيرة جدا. على فكرة دي كمان متوفر منها مقاسات، شايفين التشكيلة قد ايه حلوة قوي. الجلابية المنقطة دي قطيفة برضو، دي كلها الوانها، دي برضو جلابيات شتوي نسائي. كل دي ملابس بيت. حلوة دي، بحاول اوريكم طبعا ايه كذا موديل. في بقى الجلابيات دي الخامة قطن وتقيلة، تنفع على فكرة في الجو اللي احنا فيه ده دلوقتي، في الشكل ده، في منها كذا لون. دي الوانها، تلو بقى الازرق والاحمر والاخضر. هي سيمبل كده ما فيهاش حاجة، يعني تفصيلتها خفيفة او بسيطة. دي برضو جلابيات قطيفة شتوي. دي بقى اسدالات صلاة، اي اسدال على 23، يعني كل دي اسدالات صلاة. في بقى كمان ملابس داخلية، اي طقم اندرات من ده على 23، في مقاسات مختلفة. الخامة قطن على فكرة وحلوة برضو. دي شوزات او احذية نسائي، اي شوز منهم على 23. في تشكيلة كتيرة جدا بقى من الاحذية النسائي والرجالي والاطفال. ده شوز نسائي برضو، اي تشكيلة كتيرة جدا، وفي برضو مقاسات مختلفة كتير قوي. الشوزات دي بجد انا شفتها في اماكن تانية اغلى من كده، وخامتهم معقولة. اي الوان بقى مختلفة من كل موديل كذا لون. دي جلابيات شتوي نسائي على 23. بكده خلصت جولتنا النهاردة، كانت جولة في الهرم ستايل، كل شيء بـ20 ريال في مدينة الرياض. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. اذا عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش حبيبي تعملوا لنا اشتراك حلو كده زيكم ولايك. ان شاء الله احط لكم العنوان في اول تعليق مثبت تحت الفيديو مباشرة. وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جديدة. مع السلامة.